في الوقت الذي شيع فيه جهاز الشرطة في بوسطن أحد عناصره الذي قتل في عملية مطاردة الشقيقين سرنياف، وجه عدد من النواب اللوم إلى جهاز التحقيقات الفيدرالي FBI متهمين إياه بالتقصير في متابعة ما أسموه مسار التشدد الديني الذي اتبعه تامرلان سرنياف أثناء إقامته لمدة حوالي 6 أشهر في روسيا. غير أن والدة المتهمين أكدت بأن ما يحدث هو فقط للتمويه على الفاعلين الحقيقيين، وقالت: ما حدث أمر مروع، ولكنني أعرف ولدي جيدا، لا يمكن أبدا أن يتورط في أمر كهذا. الأخ الأصغر جوهر تسرنياف الذي أصيب بجروح أثناء عملية المطاردة ولا يزال يرقد بالمستشفى ببوسطن أكد للمحققين بأن أخاه الأكبر تامرلان هو من خطط لتنفيذ هذين التفجيرين، كما قال إنهما لا ينتميان لأي تنظيم إرهابي أو لمجموعة متشددة. يذكر أن تفجير بوسطن خلف 3 قتلى وعشرات الجرحى، كما حظي بتغطية إعلامية غير مسبوقة أججت مشاعر الكراهية تجاه المسلمين في الولايات المتحدة، حيث تعرضت سيدة فلسطينية إلى الاعتداء من طرف أحد المتعصبين في بوسطن الذي حمل الإسلام والمسلمين مسؤولية ما حدث.